حبيبات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح يكون عن طريقتي في تحضير الخبز الحلو ولا لمونه، لان كل منطقه وكيفاش تسميها، وخليوا لي هذا في التعليق. المهم الوصفه البنات هايله وناجحه 100%، وصفه قديمه من زمان ما طيبها لنا، خصوصا في يناير ضروري في النهاية طيب لنا هكذا وتعملنا حبة بيض، يعني هذه تفكرني بصغري على بها طيبتها لبنتي، وحبيت نبارطاجيها معكم باش حتى نتوما طيبوها لوليداتكم. هذه هي، وبلا ما نطول عليكم نمشيو نشوفوا الفيديو والوصفة. واش عندنا في المقادير؟ عندنا هنا 400 غرام تاع الدقيق يعني لافارين، عندي هنا زوج معالق صغار تاع خميرة الخبز، وملعقة كبيرة تاع السكر، و 8 معالق تاع الحليب. هذه تخليوها على الاقل هكذا تكون واحد الساعه وهي تخمر كما راكم تشوفوا، وجدتها على ساعه قبل ما نبدي نطيب. عندنا هنا 3 حبات تاع بيض، عندنا كذلك 40 ملي تاع الزيت و 40 ملي تاع ماء الزهر، عندنا كذلك قشور الليمون زاز دو سيترون، عندنا السكر 100 غرام، ووحده خميره الحلويات ما يعادل 10 غرام، وحده سكر فانيلا ما يعادل 5 غرام. اما الزبده نحتاجو برك 50 غرام، ماشي هذه الكميه، فقط نحتاج الى 50 غرام تكون بدرجه حراره الغرفه. اما الحليب نحتاجو برك 4 معالق كبار، ما نحتاجوش كامل هذه الكميه، 4 معالق تاع الحليب يكون دافئ. اول حاجه نبداو بها وهي السكر مع سكر فانيلا. نزيد معهم هكذا شويه ملح والبيض، ونخفقهم غايه الغايه باش من بعد نمشي نزيد باقي المكونات. هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما نخفقت غايه الغايه تولينا بهذا الشكل، عاد هنا نمشي نضيف الزيت، ماء الزهر، ونزيد قشور الليمون، نخفقهم شويه هما. عاده في الاخير باش نمشي نجمع العجينه ديالي، وبدلنا بيان سور الراس، وضعت العجين، نوضعوا الدقيق، خميرة الخبز اللي كنا حضرناها وتفاعلت، ونزيدو خميرة الحلويات. ونجمع كامل هادو مع بعض مع بعضياتهم البعض. كنت عملت 4 اوغوزمول حسبتها صغيرة، راني نتصور ولا ما كنتش نصور. عملنا 4 معالق تاع الحليب، وفي الاخير عاد باش نضيف تاع الزبده، نحطها خطره وحده، معليش نخليها بالشويه، ما تزيدولهاش بالسرعه، بالشويه بالشويه باش ديك الزبده تتوزع. هنا خلاص كما راكم تشوفوا لازم تجي جاريه البنات، لانكم اذا عملتوها ثقيله راح يجيكم تجيكم لامونه ديالكم ولا الخبز الحلو ديالكم يجي ثقيل، لازم يجي هكذا خفيف من بعد مين تخمر. من بعد مهم من بعد نوريكم كيفاش. هذه هي، من بعد ما دهنت المول ديالي بالزيت ومن تحت ومن الفوق بيان سور، نغطي عليها ونخليها تخمر في مكان دافئ. لازم تخمر، راكم عارفين بلي لامونا والخبز الحلو لازم هم يخمروا غايه الغايه. المهم من بعد ما تخمر العجينه ديالنا رانا نطلعوا ان شاء الله.
هنا كما راكم تشوفوا العجينه ديالي خمرت. اسمع لي غير نمشي نشكل الكريات ديالي. تحبوا عينيكم ميزانكم ولا تستعملوا الميزان والحجم اللي حبيتو بيان سور. شوفوا البنات تجي طريه طريه. نحاول نعملهم كامل 100. فوالا هكذا باش تجيني حبة دختها كامل كيف كيف نفس الحجم. مين تخمركم ما راكم تشوفوا كلي ما تحتاجوا لا دقيق لا زيت لا والو، ترفدوها فاسيلمون. ونواصل حتى نكمل كامل الكريات ديالي. من بعد ما شكلتهم كرياتكم راكم تشوفوا وضعتهم في البلاط ديالي. انا وضعتهم على هذا، ولا تقدروا توضعوا واكس بيبر ولا دقيقكم ما زمان، لكن هذه نشوفها احسن. هذه بنات شريتها من موقع بانغود، ولا كان بعتها لي موقع بانغود. ان شاء الله راح نحاول نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف باش تشوفوا المشتريات اللي ما شافتش الفيديو. هذه البنات رائعه رائعه، لا في الخبز ولا في الحلويات. المهم الحين نخليهم يخمروا للمره الثانيه، نغطي عليهم ونخليهم حتى ينتفخوا عاده باش ندخلهم للفرن ان شاء الله. من بعد ما خليتها خمرت للمره الثانيه، طليت الوجه ديالها بالحليب والشوكولات تاع الحليب، مشيت الحليب عفوا بودره تاع الحلويات شوكولا مع الحليب، وطليت الوجه ديالها وزوقتها هكذا بالسكر. واذا حبيتوا تقدروا تعملوا حبه بيض هكذا في الوسط، كانت ما تعملها لنا في يناير في عيد الامازيغ، هذه هي السنه الجديده الامازيغ، كانت كل وحده فينا تعملها خبزه تكون شويه كبيره على هكذا، وتعملنا هكا حبه بيض وكل وحده تلفت خبزتها. هذه انا حتى كملت يعني حتى كملتهم باش فكرت بلي ما عملتش وحده كبيره باش نعمل حبه بيض ونعطيها لبنتي. معليش المهم راني قلتها لكم وحطيتها لكم في بالكم. نمشي ندخلها للفرن، يكون ندخل الصينيه للفرن يكون مسخن على درجه مسبقه ب 180، ومن بعد ما يطيبوا رانا نشوفوه مع بعضياتنا بعد. فوالا البنات الخبز الحلو ديالي ولا ليمونه ديالي راها جاهزه كما راكم تشوفوا. ومشيت وليت وعملت لبنتي حبه تاع هكذا حبه بيضكم، قلت لكم عاده تاع ناير. تفكرني بصغري حتى انا الصراحه عملت لها حبيبه ليها، وكانت هذه الوصفه ديالنا. اما الشكل ديالها الداخل يجي هكذا كما راكم تشوفوا سوفت يعني كما تاع برا. البنات وصفه هايله ان شاء الله برك انكم تجربوها، وكان هذا هو الشكل كما راكم تشوفوا. وهنا كون وصلنا الى نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله انه يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه وتدعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتبقاو على خير، ورانا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.